تواصل الإدارة العامة للمرور جهودها خلال شهر رمضان المبارك بنشر الدوريات في مختلف أنحاء المملكة في سعيها للمحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين. مراسل مركز الأخبار عمار العماري رافق رجال المرور أثناء أداء واجبهم وقت الإفطار وعاد بالتقرير التالي. ما إن يحين مغيب الشمس عن البحرين إلا وهناك من هم يرابطون على خدمة وطنهم وأمنه وأمانه، فلا يعرف إنجاز العمل وأداؤه أوقاتا معينة لدى رجالات وزارة الداخلية ومنهم الإدارة العامة للمرور، حيث يتواصل عملهم في المحافظة على أرواح الناس وعودتهم إلى أهلهم سالمين. هذا حفاظا على سلامتك. Yes, go home, drive safely. جميع يستلم وجبة الإفطار. رسالة واضحة عندك. كسر للصيام فقط هو على جادة الطريق بحلول أذان المغرب، لا يأخذ دقائق معدودة. سألين الله أن يتقبل صيامهم ليستكملوا بعد ذلك قيامهم بواجبهم على أكمل وجه. احنا دورنا في هذا الوقت في شهر رمضان يعني نركز على الوقت اللي ما قبل الفطور وبعد الفطور، يعني نركز عليه أكثر شيء، نتجنب الحوادث اللي تصير والمخالفات اللي تصير، نحافظ على سلامة الناس إنه يردون البيت سالمين. وفي كل أرجاء المملكة تواصل دوريات المرور انتشارها في هذه الأوقات خدمة للناس ولتذليل الطرقات أمامهم من أي عائق يعكر صفوها ليهنأوا بين أهليهم في أيام الشهر الفضيل.